Good morning. صباح الخير دكتور. صباح الخير. دكتور امبارح انا كنت حاضر المحاضره بس بالاخر طلعت صار عندي مشكله فبعرفش سجلت غياب، كنت حاضر بس يعني من اولها تبين عندك اتوقع. لك غياب؟ اه. هلا بكي. Good, Good morning دكتور. Good morning. قيمه الغياب جاهز شكرا عفوا زينب انت برا مش مش في البلد آه ايوه اه دكتور انا عند اهلي بلكي عملوا بلكي عملوا امتحان وجاهش بتعمل ايه؟ دكتور بعدنا مش عارفين ان شاء الله خير. واحسن لكم بصراحه. هو اكيد احسن لنا بس بعدنا دكتور مش عارفين يعني وضع الطرق الله يجيب يعني الطرق يعني سيئه بس شو نعمل يعني نضل قاعدين بتدور هاي المشكله. ما البلا بتدور. الله يفرجها علينا دكتور. امين. أهلك وين بالإمارات؟ آه آه بالإمارات شو بيشتغلوا بالإمارات؟ آه والله الوالد مدرس إنجليزي يعني مترجم بس متقاعد يعني متقاعد وليش ظلوا في الإمارات ما متقاعد يعني؟ لأنه يعني أخوتي هون يعني بيشتغلوا يعني آه فهمت يعني ابوك كان يشتغل مترجم ولا مدرس؟ مدرس مدرس اه بترجم يعني احيانا ولا كيف؟ اه اه قعد يعني فترة مدرس بعدين صار انه يترجم يعني سي هاي to him يا زينب ان شاء الله دكتور وين دارس أبوك؟ بالقاهرة أبو دكتور تمام شاهدت عليك شيء مع محاضرتك داخل المحاضرة هاي شاهد؟ أيوة عندك مختبر طيب بسيطة ما يهمني يقول كم أني تايم يا شهد Let me share my screen. Okay. Good morning, Zipar. Good morning, Yasmin. Okay, students so are still joining. Let's wait uh, a little bit. Give them a chance. لسه ما بينتش امتحاناتكم راح تكون الكترونية ولا وجاهي؟ مش اليوم على 11 في اجتماع كأنه لسه لسه على 11 ببين على 11 وبين دكتور تفضلي <applause> إذا كان امتحاننا وجاهي بضل يوم الأحد انو قصدك انو بد... لبض... انو امتحان وجاه اليوم الاحد هو امتحان الانجليزي لسه ال 101 اللي قلت لنا عنه هذاك اكتيفيتي عزيزتي مش امتحان يعني هذاك اكتيفيتي بتختلف احنا بنحكي عن وجاهة ال... يعني النصف والنهائي تمام اما اذا كان وجاهه ولا مش الكتروني ولا ولا الكتروني الاكتيفيتي تاعت الاحد بتضلها يوم الاحد اكيد ما في تغيير فيها هيك

And that square was about the changes or some changes that our planet has witnessed recently or is witnessing nowadays. Now we move on to the second square. What is the second square? What is the second this square addresses a very important phenomenon which is taking place in many areas in the world. This is called deforestation. And one. And one. رجعوا يقولوا عنوان deal with deal with deal with أو هادل بالضبط address معناها يعالج هنا مش معناها عنوان يا جماعة it addresses deforestation هذا هو العنوان الثاني uh, or the, the topic or the theme of the second article. Deforestation. The other day, I highlighted this prefix which goes D or DE. And to those whose memories are vigorous, I said then that every time, Yazhar Salim, you come across a word beginning with the prefix D, you need to expect something positive or negative. نيجاتيف نيجاتيف very good. سفاري so, forestation كلمة فورست لحالها فورست غابات تجين. ايش؟ غابات مش غابات تشجير, <تشجير>, تشجير أو التهجير <التحجير> بالضبط التشجير يعني يعني growing trees growing trees When we add the prefix D to forestation this means that we do something opposite to forestation In other words it means that we do what the what does that mean in english نيجاتيف uh, نيجاتيف، إيش يعني Deforestation؟ إنه أبذت أه في الـ إيش يعني معناها Deforestation؟ إيش؟ <applause> Dark <applause> 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 down the trees Cutting down the trees, <تصفيق> <تصفيق> or removing the trees, clearing uh, for example, هذا هو اللي هو اجتثاث الغابات أو قطع الأشجار. هذا هو deforestation. تمام يا دعاء؟ دعاء has gone with the wind. آمنة. تمام يا أمينة؟ تمام. So deforestation means removing trees, cutting down trees, clearing forests. اللي بالعربي اشتتات الغابات. Before we work on the article itself, let's, as usual, work on some activities which are meant to pave the way. Shall we pave the way, Lamaa? Tumahid tariq tariq Khadija. Wala ahim to the article. So we have some general questions whose answers are supposed to help us with a better understanding of the context we're in. Question number one, please. Who can read question number one? And think of a good answer to it. Yes, mean generally, please read the question number one. you're know, yes. preparing to read. Why are uh, trees? Uh... Important for the environment. Uh, they put uh, 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 oxygen into the uh, all, uh, uh, atmosphere and okay. the the beautiful in the house. Thank you, Yasmin. A good answer. So, trees, and as we highlighted earlier, Provide oxygen and take in CO two. Very good, Yasmin. Another, yeah, Kareem, Another advantage or benefit to trees or for trees. First, it gives freshness to the atmosphere as it produces oxygen, and then it uh, it gives a, a beautiful uh, a beautiful uh, scene, like a beautiful uh, scene. You mean a beautiful view? Yes, doctor. Very good. So. عبد uh, الكريم has just mentioned a very important point. And you know, they give us how they make the air around fresh, they make it cool. يعني yani هيك درجة بالجو. This means, يا عبد الكريم that the trees act as if they were natural air conditioners. شنو air conditioners؟ مكيفات هواء. مكيفات طبيعية من عند ربنا. Thank you. حمد سرحان, Please. I'm One say minute, hard. doctor. One minute. A great uh, views, doctor. A great great a views. A beautiful a views. Okay. As hard please as hard. Uh, number two, so. nah, the same question. If you have a different answer, or if you have additional information, you can add. Mm. It, uh, it's a habitat for uh, different uh, animals. Exactly. Example, exactly. Our habitat or home to different species, like birds, like plants, like animals, etc. Very good. Name is another benefit. you can think of or you can recall كنت بدي احكي زي ازهار احكي احكي كنت احكي no, the three are home uh, too many birds and uh, monkey ماشي ما اخذتش حضور غيابي يا وسام ما اخذتش وهيات ابوي ما اخذت ماني باخذ اخر المحاضره thank you All of these are possible advantages or benefits we can reap What's reap? شو we reap? يحصد Very good. مين حكى يحصد؟ uh, أنا ليان ليان صبح. يحصد when we have trees around. Very good. مش بيقولوا حصدوا حصد نتائج رائعة، ممتازة، ما نعرف إيش إلى آخره. ليان صبح، Please question number two uh, Why do people cut down trees? Yes, why do people cut down trees? Give me one possible uh, reason which makes people cut down trees here. Uh, to get wood uh, for their buildings. To, to produce or uh, to get wood in order to use it for construction. Shall I construction? Thank you. Another reason? In general, to benefit from it and uh, to produce paper. For example. To reduce paper. Yeah, in other words, Hamza Khayat is trying to say it's about money. It's about money. It's about filling the coffers. Shall fill coffers? Oh, yeah, yeah. Coffers. ليان ماشي يا دكتور هاي هذه هي الكلمة ها عشان يعبوا الجيوب يعني خلينا ايوه بالظبط بالظبط تو فيل ذا يعني يعبوا جيوبهم فهمتوا كيف؟ هاي هي الكوفرز يعبوا جيوبهم القفص هاي بتكون يا يعني عبد الكريم ايه... زي خزنة كبيرة بتكون فيها المجوهرات والفلوس بالشركات وفي البنوك فهمت شو uh -uh. يعني الكوفر؟ اه اه تو فيل ذا يعني انهم عبوا جيابهم هاي كان بنقول بالعربي هيك احنا فهمتيها يا اختي ليان صبح؟ اه دكتور تعلميها وان شاء الله يو كوفرز ويل بي فل اول ذا تايم قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب انا ذاك انا ذاك ريزون يا زينب. اوكي دكتور عندنا كمان to have more land to build houses. زينب لما لما تجمع كلمه house بجوز قلت لكم اياها مره هاي. Uh, pronounce it houses يا yeah, زينب houses. اه oh, تمام دكتور سوري. ماشي to have او to provide land for building houses بدون ما يبنوا الناس. To provide a land for housing, for construction. Okay. Any other reasons you can think of? Khadija. Yes, Khadija. كتبت على الشات إنه برضه بنقدر نستخدمها لل farming. فار farming يعني for growing fruit, vegetables, etc etc. هذول كلهم are all of these are good reasons which make people in some areas cut down trees. What will happen if we destroy too many trees? You can um, talk about the the area, for example, of uh, declining amounts of oxygen, increasing amounts of CO2, losing environmental, um, pollution. environmental pollution. You can think of losing, for example, habitat or home to many species. Now we move on to the new vocabulary. Vocabulary. Who can I read uh, item number one, please? Item number one. عز الدين حناش تفضل يا عز الدين. Absorb to take uh, in a liquid uh, or gas through a surface and hold it. عبد الكريم, this is not through. Camera, this is through, not through يا عبد الكريم. واضح؟ You got it يا يا عبد... يا عز الدين اسف عز الدين you got it. Yes دكتور. This is true من خلال هذيك الثروه معناها يرمي بتختلف تماما. So absorb in this context means يمتص. In a different context it could mean what? Who can think of another meaning to the word absorb استيحاب. in a different aspect. ايش؟ استيعاب. Very يستوعب يستوعب. when somebody says that he or she couldn't absorb the lesson, يعني ما قدرش يفهمه. He could not understand it. He could not comprehend it. He could not take it in. بس بهذا السياق it means يمتص. Absorb. To take <تصفيق> in <تصفيق> a liquid <applause> or gas through a surface and hold it. يحتفظ فيه. إيش يا خديجة؟ احكي يا خديجة. ما بضبط بريف إن. إيش إيش؟ بريف ان معنى ثاني والله صوتك بصراحة بقطع ام سوري احكي كمان مرة بريف ان بريث ان اه بريث oh. ان اه فهمت عليك بريث ان اه بالضبط بدل تيك ان بريث ان بس هنيك للتنفس بيستخدموها عادة بريث ان اجاز ماشي ثانك يو ذا نكست وان بليز دانا شريم تفضلي يا ست Construction, the process of building something usually large structures, such as houses, roads or bridges. Roads or bridges. Houses. Roads or bridges. The construction binar, I'm a little tash, I'm a little Thank you. Construction. Shad cards. the next one. Destruction is the act of uh, causing uh, so much uh, damage uh, to something uh, that it is stopped existing because uh, it can't uh, be repaired. It can't be repaired. So uh, sometimes we have it at destruction, other times we have another word which could mean destruction. Who can uh, recall it? Harming. The the...

نفس المعنى ولك يا كمر construction and destruction نفس المعنى construction آه, and destruction أفضل. they are what in English in English in English uh, they are opposites or في كلمة ثانية لكلمة لك opposite إيش هي Antonyms. They are antonyms. Very good. أنتونيمز مش بالإنجليزي سينونيمز مترادفات أنتونيمز متضادات أنتونيمز أند سينونيمز بتعرفوها كلمة أنتونيم دكتور أنا كنت بدي أحكي إفكت إيش بدك كنت بدك تحكي إيه اللي بعد دستركشن إفكت آه أنا بخليك تحكيها أنا بس خليك بس انت فكزولي على كلمة أنتونيمز أوبوزيتس synonyms words with similar meaning. Uh, read the next one please. Effect, نتيجة result, a uh, change that happens uh, because of uh, a cause. cause, effect, نتيجة محصلة تأثير أثر عبد الكريم or something who has had some effect on you my parents they... my parents so yes. what kind of effect for example do you get from your parents how do you receive from your parents they always support my decisions massy they always support my decisions very good

بالله عليكي كيف هالسؤال يا تالا مش <applause> متوقعتي لا بس مش عشان احرجك على فكرة والله العظيم ما بدي احرجك بدي عارف بدي اشركك بس خليك تشتكي لا عارف فكرت يلو فكينا هذا العام عاكيش يقول لي آمينة I'm not a specific person but when I face people good I capture advantages مثلا uh, ممكن ماي دكتورز ممكن يكون ماي يونيفرستي بروفيسور قصدك يور يونيفرستي بروفيسور يس كان يو ثينك اوف ا نيم ا نيم هوز جوت ماتش افكت اون يو قدوة او شيء uh. اه uh, هلا انه بدي احكي انه يعني اي شخص ممكن اقابله بحياتي واقدر اخذ منه شغلة فأنا بدي إشي معين في عندك إيه يعني هيك someone specific a specific name in, on your mind إنه a person uh, support me in my uh, achieve my goals مثلا ماشي يعني you're usually affected by supportive people دائما بأثر عليك الناس ال supportive yes thank you يا آمنة thank you دعاء رشاد what about you؟ آه يا My best friend and my parents, uh, they are uh, supportive me for everything. And, my uh, best friend and parents are often supportive and go on And my, uh, in my major, uh, the way uh, to explain explaining material, it's uh, creative. ماشي. So, and i a role model, or example. Okay. Thank you. Layan Sabah. What about you? Uh, my parents and some of my friends. Elaborate. How? Uh, my friends always support me, and uh, especially when I was having a hard time with my studies and things like that. Okay. Thank you. A good example. A good example. Hamzi uh, any good examples you can think of in this regard? My father, he teaches me to make time for some for everything in my life. For example, for, for my work, for my university, for my relationships. Yeah, and in other words, he teaches you how to manage your time. Yes. That a lot. Very good. Allah Samara, what about you? Um, ala. <laughs> <just started. laughs> Yes, uh my sister. Uh and yeah, she hold, she helped me so much uh when I like fell down and something like that. So I'm really grateful to have her in my life. Very good, yeah. Samara. So every time Alas Samara is down, her sister Yeah, she is always. Very good, very good. is next to her. She yes. she supports her. Yeah, she even, gets... Even yeah, even she is also younger than me, but she's a really good sister. She's a tough one, she's a strong one, huh? Yeah, exactly. Stronger Lock. stronger than me. Lucky you, yeah, lucky you. Yeah, I'm so lucky to have her. Say hi to her, yeah, Allah. She is in the school right now, so yes. She's a school girl? Yes. Hi. Okay. I will say مع hi. Huh? Yes, she sometimes next to me when I anyway. Yes, ah, mash. We'll be lucky to have her in this class. Okay, thank you. Okay, the next one, please. The next item, how are you The next item farming uh, the job of working on a farm. or uh, organizing work on uh, a farm. Okay اللي هي عمل بالمزارع يعني العمل بالزراعة الحيوانات العمل بال مع الاشجار إلى آخره. Thank you. معمون بوريني the next one please. Logging the activity or business of cutting down trees for wood. For اللي هي عملية بسموها بالعربي التحطيط. قطع الأشجار. يعني هذا اللي شايفينه بالصورة. This picture features this task تحتوي على هاي ال شو اسمه هاي ال login عمليه التخطيط طيب that and the last one دانا جابر بليز يا دانا يلا يا دانا rainforest a forest in a tropical area that gets a lot of rain very good يا دانا rainforest اللي هي ان اربك الغابه المطيره الغاب الاستوائي، ليش يسموها رين فورست؟ لانه such forests often receive huge amounts of rain or water، دائما تتلقى كثير تمطر عليها هذيك المنطقه rain رين فورست. بس دكتور غربك، شو يعني لوجينج؟ لو هو التحطيب يا عزيزي، التحطيب عملية التحطيب الاشجار. قطع الاشجار يا سا يا صديقي، ساسميها مم. قطع الاشجار. شكرا. او التحطيب بالعربي، سموها التحطيب. دكتور. إحكي يا ياسمين. هذه تقرأ لنا يا الكلمات. حاضر هلا بخلي حدا يقرأها معيدهم. ولا يهمك. ولا يهمك. الله يسعد. عبّ الكريم القايس بليز ري ريد them without the definitions. بس الكلمات. اوكي okay. absorb construction destruction effect farming logging rainforest. rainforest. فاين يا ياسمين. بس الكلمة الأولى كيف بتنقرأ؟ absorb يا ياسمين absorb 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 بالضبط absorb absorb اللي معناها يمتص وبصياق ثاني it could mean يستوعب يفهم Now we come to practice as usual we'll make sure that you check the context carefully to Find out whether you need to change the form of the word or not. men shakl It's the lean Basel. number one. Clothes made from planets lean. like. In English, we don't have a clothes. We have a clothes. A clothes. Okay. Nothing any like clothes. Clothes. Oh. Cloth. made from planets like cotton or bamboo. Liem is this plants or plants? Plants. Plants. هذه ك plants كوكب أو كواكب plants. Ah yalla. Like cotton or bamboo, absorb water more easily than man-made materials like polyester. 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 Liem altil polyester. Hey, bismullah. So is polyester? Yeah, la awde. Natural or artificial? ناتشورال ولك الاء ايوت تيز الاء عوده از بوليستير polyester... مالت البوليستير از ات ناتشورال اور ارتفيشال مان ميد مان ميد يعني مان ارتفيشال مان ناتشورال يا بالضبط اكتف ما هي اكتفيشال معناها صناعي يعني oh, صناعي yeah. او يا Whereas cotton and bamboo اللي هي الخيزران are artificial materials ما ما سوري natural materials مواد طبيعيه شيء طبيعي. Man-made artificial. وهناك طبيعيات. Thank you. The next one please. The next one. هبة Salah. Please يا yeah, هبة. Farming has been the occupation of my family since my grandfather bought his first cow 75 years ago. Heba, is it cow or cow? Cow. 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 Yeah. Farming. farming So look at the word occupation. طلعونا على كلمة occupation. What does it mean in this context? Occupation. يا أزهار سالم. الجوب أو الكارير. It means career or trade. يعني مهنة أو حرفة. وظيفة بتختلف شوية. هذيك جوب يا عزيزي. الوظيفة بتختلف شوية. Occupation. Occupation means career. طبعا بسياق آر ثاني. It means احتلال. it means احتلال بس هنا it means career or trade مين أو حرفي okay إسرائيل وكات please the next one يا إسرائيل وكات logging hurts native people because it destroys the forest that إيريا إسرائيل إسرائيل إيدي إيدي logging hurts native people إسرائيل وكات is this hurts yeah. or hurts 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 يعني damages يعني harms يتلف يخرب يدمر. هذيك heart H E A R T اللي معناها القلب. يلا يا اسراء. Native people because it destroys the forest that provide them with food. Uh, shelter and medicine. shelter. shelter means مأوى. shelter means مأوى. مأوى. يعني a place to get protection for example. shelter. طيب. Yes ليان، please. The Amazon rainforest in South Am uh, America receives 60 to 118 inches, uh, 150 to 300 centimeters of rain every year. Okay, is it rainforest or rainforests, Leanne, and why? Please. And should we keep rainforest. the word singular or plural? Singular because it's uh, receives. Because we have the verb receives. And receives indicates a singular subject. Uh, as we said earlier, if the subject is he, she, and it, we need to add an s to the verb. very good. زينة محسن فضلي يا زينة. why? because of this not the construction of the new road to bed for more than two months. ياخي يا زينة ليش كنت استوبد؟ تاب. هنطلع علي يا زينة اس اعملك هالشغل لما تكون الverb verb الverb بينتهي. امنل فضلي edt. بتسهل عليك اللفظ، الفضيل هتشوف stopped stopped بالزبط، أنواع الفضل نقول stopped وتطلع الواحد روحه ولا stopped لا stop. stopped. -E -T. stopped stopped تي، تلفظ الإي دي تي stopped stopped تمام يا أختي يا زينة؟ تمام oh, no. تمام so in this sentence we have a cause and an effect فيها يعني السبب والنتيجة. sentence number five. which one is the cause please which one is the cause which one is the cause which part represents the cause aijaz of mafir sabah Raneem sayed Raneem which part of this sentence is the cause ممكن اللي هي هافي سو أكيد هيفي سنو هيفي هاي السبب which one يا yeah, خديجة is the effect or the result إذا okay, stop for more than two the months. construction of the new road stopped. stopped for more than, for more than two months سبب نتيجة سبب نتيجة number six يا yeah, إثار please Ithar, number six, please. Ithar is gone. Can't number six, please. She's no longer with us. Hamzi Hayat number six, please. Sunburn is just is just one of the harmful بصراحه انا مش عارف لاني مش متبع كثير شو بتسوي قاعد مات... يا مشغول يا م... مشغول يا حمزه in my work اه ah, what kind of work are you doing right now coffee shop اه ah, you work in a coffee shop بس انه اللي عن الكلمات هاي بكونش محضرها لانه مش معها الكتاب طيب sunburn اللي هي حقوق <applause> الشمس is one is just one of the harmful what يا حمزه مش معنى حمص. It's fine. Effect. Effect or effects يا محمد. Effects. Effects. We need to make the word plural, plural. لأنه الشمس أو too much sun, has got many effects. One of them is sunburn. واحد منهم اللي هو حرق الشمس. So we need to put the word effect in the plural form. بالجمع. If you have to, you can leave the yeah, Khadija. Ahmed number seven. If I is back. Uh, Hurricane Katrina in uh, 2005 uh, caused serious uh, destruction along the US. A coast from Florida to Texas and they killed more than 1800 people. Thank you. Serious destruction. You can say serious destruction, you can say wide wide destruction, you can say sometimes vast destruction, vast in We'll come back, Athir. You Fish, Ithar, إيه إيه I guess you're back. Am I right? سامع. Now we go to the article. ما طلع الصوت يا إيثار، سألناك وما جاوب يعني كان عندك مشكلة شكرا. با. Who can read the title of the article please? The title of the article. The title of the article. Shad Karus, read the title, please. The causes and effects of de deforestation. The causes. Azhar, one more reading, please, Azhar. The causes and effects of deforestation. The causes and effects of deforestation. So, from the title, we understand that. Will highlight you know, It will emphasize some causes on one hand and some effects on the other hand. Spab net of this activity. What is the name of this activity which has causes and effects? Yeah, Amina. Deforestation. Deforestation. صح يا لا عود Yes. Deforestation. طيب very quickly read the first paragraph. Scan it. يعني scan لما أحكي scan the first paragraph يا ليان صباح؟ يعني نعملها مسح سريع. يعني scan يعني بدكم تلقي يا ليان إشي specific معلومة معينة. Skim يعني بدكم تشوفوا لي شو المين أيديا. واضح؟ scan إشي To find a, a, a specific piece of information, Scam and come the main idea. So I scanned the first paragraph to find what deforestation is in English. i to really share deforestation in English. you need to skip some sentences, you need to skip some uh, lines, some uh, information. what do you mean by deforestation in english very quickly? the process of removing trees from uh, from large areas of land. the process of removing trees from large areas of land is called deforestation. Let me put the question in a different way. How does the writer help the reader understand the meaning of deforestation, Ahmed Zetawi? What strategy does the writer use in order to help the reader understand what deforestation is? Ahmed Zetawi, you got my question. Doctor, what strategy, what technique does the writer use to help the reader understand the meaning of deforestation? The tower has got to answer. It's fine. Um... هي رأيت uh, كلمة واحد دعاء شو أعطانا by definition definition يا دعاء دعاء definition أعطانا و... definition نعم okay okay okay, okay. definition definition okay. هذا يعني عرفنا إياه هلا دائما رأيت could use varied ways يا زينب to help readers Understand better. No, or... no. Example, examples. examples. i example or definition, Zainab. Definitions. Definition. Sometimes we could use definitions. We could use other times we could use examples, as Zainab has just said. Other times we could use contrast. Can you contrast? يعني <تبين <تبين> الاختلاف المفترض. الاختلاف بنقول أحمد is generous هذا بالنسبة لأحمد لحظة واحدة بس In contrast, Sammy is stingy. Zainab, are Ahmed and Sammy similar or different? Doctor, difference? Mm -hmm. They are different. What indicates that Sami and Different Sami and أحمد uh, Sa, uh, and Sami are not on the same page or they are different? شو really اللي بدلنا إنه هون سامي وأحمد مختلفين مش متشابهين؟ إيش يا شاد؟ In contrast in contrast على النقيض من ذلك على العكس من ذلك so generous and stingy are what? مختلفين عن بعض. opposites. They are Difference. opposites. they are opposite they are antonyms. واحد الأول كريم والثاني ايش استنجي يعني؟ بخيل بخيل بالضبط بخيل. 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 هاي طريقة ثانية. This is another technique to guess meaning from context. انك تحذر المعنى من خلال من السياق. وشو الدليل عندنا؟ in contrast أو however أو on the other hand أو unlike unlike أحمد كما سامي is stingy Who can find a word in this paragraph which means habitats? من نلقى كلمة يا أبو سرحان بهاي الفكة معناها habitats. Please. Homes. <applause> <applause> دكتور معناها سعيد هي habitats. ولك معناها سعيد habitats. habitats معناها موطن. بس شو. لا حكتها قبل شوية أزهار حكتها إيش هي أزهار؟ هومز 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 منازل مش منازل مش منازل هون هابتات هومز هون معناها كيف يا يعني الموطن يعني. الموطن, الموطن يعني الموطن وين ال وين بعيش آه كيف يا أبو سرحان وين السبيشيز معين بعيش طيب أنا another, another question about this paragraph find a word which means happen happen or take place please a word which means happen or take place occur occur occurs very good occur which means happen يعني يحصل يحدث <تكبر> it means <تكبر انتو> نعم اي فقرة احنا بالفقرة الأولى ولكن دعاء مالك طبعا ما ان كنت تصلي ساعتين بدور <applause> ولك دعاء اه دكتور هاي ان كونتراست مني مش شايفه وين كاتبها انا <applause> اه أو اوكي فهمت خلاص تمام ماشي ماشي هاي زياده يعني يا دعاء زياده فهمتيني <applause> مش اوكي مش اوكاز اوكي اوكي توقع يا زتاوي اوكي تمام زتاوي بسأله بروح زتاوي آه يا دكتور هاي الكلمة تقرأ it reads oker okay, not oker oker okay, oker okay, which means happen تمام زتاوي تمام تمام يا دكتور thank you آه okers okay, بالضبط طب who can read the first paragraph يلا very quickly من مع بعض بليز <applause> دكتور Uh, forests which cover almost one third of the surface on the, uh, of the earth, earth uh, produce oxygen and provide homes to plants, animals, and humans. These days, many of the world's great forests are threatened by deforesta deforestation, the process of removing trees for large areas of land. The destruction uh, of, um, of forests occurs. for uh, several several reasons, several reasons. <applause> لأسباب عدة يعني for many reasons okay uh -huh. uh, trees are used uh, as fuel uh, or for constructions and clear uh, cleared cleared land is used uh, cleared land uh, يا uh... آمنة يعني ال ال الأراضي اللي هي اجتثت منها الغابات أو الأشجار اللي انمسحت منها الأشجار هي cleared land clear هنا يعني to remove yes. go on آمنة uh, is used as a As a past, pasture 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 يعني yes. مراعي yes. pasture مراعي pastures مراعي يعني المراعي اللي بت... الحيوانات فوق كتل yes yes uh, for animals and the files of a planting food the main harmful effect of the uh, deforestation are climate change and damage to animal habitats habitats شفتوا هون استخدم كلمة habitat فوق شو استخدم هذا the beginning of the paragraph Home. Home. بدل ما يا زينة بنظن العيد instead of repeating the, the same word all the time we use synonyms what do you mean by synonyms مش زينب؟ مترادفات بالضبط this is one way أليان to make the paragraph or the text cohesive يعني cohesive يا صباح uh, more understandable لا يا أختي كوهيسيف يعني مترابطة يا ليان. تمام يا ليان؟ يس. Yes. مترابطة متماسكة يعني. متماسكة مترابطة هذا هي Cohesive. من Cohesion. Cohesion Coherence. طيب. هلا بنروح على نمبر 2. read it please. read it in a minute. شوفوا لنا شو فيها معلومات هاي الفقرة.

I'm sorry. So in one word, What makes some people in some areas cut down trees? Kill me wahadi. al For what kind of purposes? Commercial. Commercial, very good. What so, is commercial, yeah, Abdel Kareem? Excellent. Yani This uh, takes us back to what I said at the beginning of the this class. To fill their what, ya layan, Their coffers. They fill their coffers. To make money. And can anybody, yaleyan on earth resist money or more money? No. No. Unfortunately. So. Yes. Yeah. احكي يا ياسمين شو بدك تحكي احكي. ايه ده ايه بدي احكي انه اخوي بيشتغل بعد الحرب هيك في الحرب هيك. ما هي uh, نسيت شو معنات أخوك Brother, brother. My brother is, uh, 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 is uh, the uh is the a cat tree a uh, camerical camerical in uh, commercial yeah. yes commercial I commercial 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 okay thank you so one more time money is irresistible. Shani, money irresistible is irresistible ya money is irresistible. Doctor, يعني لا يقاوم بالضبط ما قاش let me ask you this quick personal question what is something uh, something irresistible for Shahad Cardoso? <تصفيق> <تصفيق> كيف هالسؤال؟ احكي يا okay. give, give me one second. Give me one be, second. I give you 10 seconds. This, be truthful, please. Be truthful. Ready? By the way, I could target anybody. اي واحد بستهدفه انا. بس يعني مش يعني عشان نحرج عشان نحرج كم مره شاهد ايش؟ الماني. We can't do anything without money. We can't do yeah. nothing without money. او زي ما حكيت لكم مره when money talks nobody checks the grammar صح يا شاهد؟ صح الناس ما بتقدر تقاوم المصاري ابدا. زينب انت شو في شيء بالنسبه لك ريزستبل؟ امممم هلا بديك دعاء منشوف لا فود What's your favorite dish يا زينب؟ الماكرونا آه ماك... ماك... الماكرونا، اوكي اللي هو السباجيتي هذا اه ايوه بالضبط. طيب دعاء رشاد food is irresistible for دعاء رشاد اه؟ يا yeah. يا، yeah. what's your favorite dish؟ um, the Italian, يعني the Italian food Italian food إنت خاشي yeah. على الأجنبي معناته yeah. يعني if you're offered Italian food every day you will not say no yeah صحتين عافية غون أبيتي حمزي خياط what is irresistible for حمزي خياط my cigarettes my cigarettes it seems that you're uh, addicted to smoking no but I love it What makes you like smoking or love smoking, Hamzi Yani, When you start smoking a cigarette, how do you feel? Do you feel that I you've, for example, that you've uh, uh, gone up, for example, to heaven? No, I have rest of the life, five minutes of rest of everything. Oh. Oh, I got that. Layan, <laughs> Layan. So Hamza Khayat thinks that every time he smokes a cigarette, this gives him some time off. صحيح Hamza? Yes. وقت راحة يعني مستقطع. والله عن جد فكرة I like this idea. يعني بتريحنا من هالحياة اه؟ اه اه دكتور. والله والله عن جد فكرة. شو رأيك يا أبو سرحان؟ أجري وحمزة خياط؟ نص نص انت بتدخن يا حمزي خيّا يا سرحان؟ بأرجل بتأجل انت لما تأجل يا محمد سرحان How do you feel؟ بالراحة You feel... آه، يعني You feel relieved قصدك اه برتاح من هم العالم برتاح من هم العالم ذا برين brain... طيب دكتور انا بدي اجاوب ايش اللي يمكن مقاومته هلا بخليك تجاوب دوامين تو ميك ذا سموكر فيل هابي اند ان ايبل تو ريزيست صحيح دوامين اللي بتخليك تشعر بالسعاده هاي اه يا اه صحيح اللي بيحكي الدماغ خلي الواحد يدخن والواحد عايش كمان سنه بالله عليك إيه؟ يا حمزه حيات الواحد يعني يحرم حاله من شغلات بحبها ما هي كارثه لا دكتور يعني في شغلات اهم الواحد يطلع عليها من انه بدخن او لا ما هو اه طبعا إت أبو سرحان، what is something irresistible for أبو سرحان؟ أنيمال Animal. أنيمالز، you like animals يا عبد رح... سرحان يس yes. well, good, what kind of animals؟ دكتور شو ما بيطلع عندي بربي أنا <applause> والله مليح والله أنا أنا بربي حمام صراحة، I like pigeons أنا كل شيء دكتور حمام ربيت كل شيء يعني بتربي سعادين مثلا لو بيسحر لي بقولش لا <applause> صحيح. منيح منيح اه مين كان بيحكي لنا عن شيء اوريزيستابل بالنسبه له؟ children children بالنسبه لدعاء she likes children very good good because they are innocent they are cute they are يعني اوكي okay. بريئين يعني ماشي good آمين عديل ليش منزل إيدك يا آمنة مش عارفة صراحة حكوا كل الأفكار لأنه So آمنة عديل has got nothing to share with us thank you thank you أسمين They are uh, my friend uh, say uh, it's my very uh, Uh, happy, uh, with yes yes exactly this is another good answer طب. back to this graph how many examples does this graph give us about for example uh, countries which cut down trees for commercial purposes. how many examples are there? ashaan so. elim two maybe and exactly you're right two exam two examples. أعطانا مثالين where trees are uh, cut down for commercial purposes. الأشجار الأشجار مناطق تقطع في الأشجار لأهداف تجارية قـة سؤال رقم اه ام مثال رقم واحد يا زينب مثال رقم واحد دكتور اندونيسيا اندونيسيا and why are uh, trees why does industrial logging take place in 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 indonesia ليش هناك بيقطعوا الأشجار for what uh, for the production uh, of palm oil palm oil very good palm, palm oil اللي هو زيت النخيل زيت النخيل برضو كلمة بالم إذا مرت عليكم إلها معنى ثاني يا ليان إيش هي البالم uh, The inside of the hand بالضبط اللي هي راحة اليد أحسنتي راحة اليد طب المنطقة الثانية لونا أبو صلاح Where trees are cut down for commercial purposes In Brazil Brazil And why are trees cut down in that area? They grow soy and vegetable oil. Very good. This is on one hand, هذا من جانب. On the other hand, we have local farmers, المزارعين. So why do local farmers in some areas cut down trees? Please. يا جماعة أنا 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 I like it when I see more hands raised. مش نفس الـ نفس الأيدي كل مرة. كاميرا، why do local farmers in some areas cut down trees? Hmm. ألا عودي بليز. To clear an area just big enough to graze cattle or grow crops. بس To graze, to graze cattle يعني من أجل رعي المواشي تاعتهم. Graze يعني يرعي. And grow crops. قمح، شعير، هاي الشغلات. Vegetables, etc. etc. طب. Toward the end of this paragraph, The writer states that if we continue to use the land constantly, this could lead to a phenomenon. بيؤدي هذا لظاهرة. إيش هاي الظاهرة اللي بتنتج؟ What is something that could result from the constant use, constant يعني continuous, of land؟ إذا بنظلنا نستخدم الأرض بشكل مستمر، all the time. What could happen? كلمة واحدة يا دعاء رشاد. Yes دعاء. Um, اللي هو يعني كلمة واحدة يا دعاء كلمة واحدة. كتل؟ ولك لا. اكشفي. كلمة واحدة. هي إيرجن؟ إيروجن. إر... شيء إيروجين إيروجين تقرأ الكلمة إيروجين آه أوكي إيروجين اللي معناها هذا السياق الإنجراف يعني إنجراف التربة Where is it؟ تحت Oh yeah yeah Heavy erosion تعال خليلي What is erosion in English؟ Uh, the loss of the top layer of soil that protects the ground بالضبط The loss of the top layer of soil يعني uh, سطح الأرض بخ... بنفقده ببضل عندنا الصخور What is one possible consequence or result يا يعلون أبو صلاح of erosion كلمة واحدة What is one possible consequence of erosion uh, Flooding Flooding أحسنت

<نضح> فلادينك فيضان يا ياسمين فيضان فيضان oh, thank you. اه ثانك يو ولا يهمك طيب هو كان يريد ذس مين ما اليوم ولا كلمه وحاب يقرا ولا كلمه احكى ولا كلمه يعني هي ارشيد نوت ليفت ا كلكم قرأتوا وحكيتوا لا لاعبين جدد نفس اللاعبين نفس اللاعبين هاي دعاء راشد از رشاد از فيلينج هابي ان شاء الله على طول امينه عديل بليز يا امينه يلا كيك أوف. <applause> The main causes of uh, deforestation are commercial farming by big businesses and, farm, uh, and farming by local people. Huge commercial farms have taken over large areas of forest in many countries. In Indonesia, for example, industrial logging is carried out to. إيش 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 اسمه؟ إيش اسمه industrial Logging. Logging. Okay. Uh, logging. قطع الأشجار. قطع الأشجار. Yes. Uh, is carried out to clear huge areas for the production of palm oil while in brazil large areas of the amazon rainforest are cleared to grow soy uh, and vegetables oil. soy and vegetable oil okay while does while abdelkarim indicate something similar or different similar بتصير هلا وايل وايل بتكون زي ان كونتراست اكيد وايل زي ان كونتراست ولا هلا في البرازيل في البر... في اندونيسيا بيستخدموا لها اويل بينما في البرازيل بيستخدموا لها نوع ثاني من الزيت يا عبد الكريم هذا سيميلر او ديفرنت هذا ديفرنت ديفرنت بينما بينما وايل بينما ان يعني كان انقول اون ذا اذر هاند غون يا ست اي جيس امنه Yes, uh, in contrast, local farmers may cut down and burn trees to clear an area just big enough to graze cattle or grow crops. Um, however, after two or three years, the land can no longer be used. So the farmer moves to another piece of land. Normally, it takes around the 10 years for cleared land to, clo to recover. Uh, but in, uh, What's to recover, yeah, Amina? What does recover mean? Uh, yughatti. you yughatti? ايه تتعاف. تتعافى تتعافى. اوكي. Okay. ايش تتعافى؟ هو كان explain what is meant by the يعني شو يعني تتعافى؟ يعني how can لاند recover? او هيل خلينا نقول هون هي. يعني return as a normal. ماشي to be back to normal. شو يعني to be back to normal يا شهد؟ شو يعني ترجع طبيعتها؟ شو يعني طبيعتها؟ دكتور يعني صالحه للزراعه. لا مش صالحه للزراعه صالحه يعني ايش انه ترجع زي زمان كيف يعني زي زمان يعني تهاب have انه مش بالضبط اكزاكت هاف تريز بلانتس ترجع زي زمان انه فيها اشجار وشجيرات وجراس ربيع هاي تو هيل تو اوت يا امنه Uh, normally, it takes around 10 years for cleared land to recover, but in populated area, the land is never allo uh, allowed to recover. this con uh, constant uh, yamina yeah, yeah, means continuous, ongoing. Yeah, yeah. constant, continuous, ongoing. Yes. never-ending. Uh, of land leads to heavy uh, origins. erosion, mean, erosion. erosion. okay. Uh, the loss of the top. A layer of soil that protects the ground erogens in turn can cause flooding in heavy rain. Flooding in heavy rain. Thank you. Doctor, is uh, constant? reuse, constant. Okay, re reuse. يعني, re use. Okay, use. Okay, using again. Ya dua. Mm, okay. Mash oh, fine. عظم الله Constant Continuous Reuse يعني Use Again تمام؟ يعني إعادة الاستخدام هيك إن عربي. إعادة الاستخدام. Enough for today. ليان صباح احكي يا أنا. زينب الدكتور كلمة إرجان أنا بالقاموس شفتها طلعت لي معناها يعني تعرية ماما هي ما هي ما هي شو التعرية يا ست زينب؟ أنا لما إحنا إن إن يعني خلينا نقول نفقد الطبقة الطبقة السطحية للأرض، يعني كان من عريها بضل الصخور، صح ولا لا يا زينب؟ آه صح دكتور هلا بهذا السياق أنا كنت بهذا السياق بس هي أحيانا معناها إيروجين بيستخدموها مثلا مع أوف خلينا نقول إيثكس، تراجع بعض الأخلاقيات. فهمت كيف؟ آه آه فهمت تمام دكتور شكرا حسب السياق هو صباح. مصطلح علمي دكتور اه بتزبط تزبط مصطلح مصطلح بتزبط مصطلح علمي بتصبح مصطلح نستخدمها بالسياقات العادية مثلا the origin of economy تراجع ايش؟ الاقتصاد بالضبط the origin of for example euh, exports تراجع ايش؟ الخبرات لا مش exports exports اللي هم الصادرات ايوه حسب please say something uh, today's lecture was very useful and I learned uh, a lot of new words thank you uh it was I'm sure you have a lot to say uh, yeah thank you for the way to explaining uh, classes. Uh, I love it. Yeah. Thank you so much. Okay. Thank you. روح. أحمد زتاوة موجود؟ موجود. موجود. أحمد عيسى. أحمد عيسى. موجود. حد... دكتور. تمام إذا حدا كتب بالشات احكوا لي. أزهار موجودة. أسامة حاتم. أسامة حاتم. السرايد موجود. وكات موجودة. أسيل ناصر أو نضال آسف. موجودة. آلاء سمارة موجودة، آلاء عبد الله عودي موجودة مدير آمنة موجودة، أنسام مصاروم موجودة؟ موجودة طمنين على الوضع عندكم بالطيبة، أخذ البلدية السنة؟ الجحية أخذوها منكم ولا هم بقت معهم؟ أخذوها منا والله ما هي خبرية هاي، والله إنها ما هي خبرية وإن شاء الله ما زعلتوش لا لا عادي ديمقراطية ما هي إيثار موجودة بسملة أحمد والله ما بقولش دار الحج يحيى بسملة مش موجودة تعال أبو سرحان إذا حدا كتب بالشات تحكي لي تعال ريان موجودة تعال خليلي بردو. موجودة تسليم موجودة. جبور موجودة حسن الساحلي موجود يا عم يا عمي صوتك بدل انك موجود حسن سعاده حسن سعادة حالة بارية موجودة أنا أخذها السنة على عندكم في الفم الفحام إيه نفسه في المحامين نفسه؟ آه نفسه وإن شاء الله دار بارية ما زعلوش لا ما يعني زعلوش مليح أهل من الفحم ممتازين برضو هم أهل الطيبة حمزة موجود حنين علي حنين علي مش موجودة خديجة زين الدين حدا كتب بالتشات يا ابو سرحان دكتور خديجة لا لا. بنص المحاضرة كتبت لك انه دكتور انا موجود انو انت؟ حتبت... حسن سعادة طب احكي خديجة شو كتبت خديجة؟ بنص المحاضرة كتبت انه بدها تطلع مضطرة اه تمام دانا موجودة دانا شرين موجودة دعاء سوان موجودة رؤى عامر نافذ موجودة؟ موجودة, موجودة. روبا صلاح موجودة موجودة رغد أمجد رغد أمجد مش موجودة رنين بتهيألي موجودة حكت اليوم اشي موجودة دكتور موجود تمام موجودة آسف رهف موجود موجودة, موجودة. رهف فرانكو مش موجودة ريمان هي اللي موجودة موجودة زين إبراهيم موجودة زينب زينب موجودة زينة مح... سميح موجودة زينة موجودة زينة محسن موجودة زينة كتبت كتبت تمام سارة شخشير موجودة سجا أصلان موجودة موجودة سوار موجودة موجودة سي ما اشتري؟ موجودة اوكي دكتور ريمان كتبت انها موجودة ريمان كتبت انها موجودة تمام ريمان دكتور نعم آه سوار حمدان حكت انها موجودة وانا كمان موجودة تمام سوار عرار موجودة سيمة دكتور رغد. م... رغد ناجي هسه كتبت انها موجودة بس المايك معلق رغد موجود اه طيب تمام قيسي موجود عبادة جرارعة عبادة جرارعة شاد مؤيد موجودة موجودة عز الدين موجود علا خوري علا فاخوري موجودة. موجودة. موجودة عمر أحمد موجود دكتور غزل داوود موجودة قمر موجودة, موجودة. كنعان موجود لانا عازم كتبت لانا رامي لونا صلاح أبو صلاح موجودة ليان شعار موجودة ليان صبح موجوده لين باسل موجوده مأمون موجود محمد ضميدي هيا لي موجود موجود دكتور محمد سرحان موجود الحمد لله مريم مريم كتبت دكتور تمام مصطفى وحكي لها تذكرك بالغيابات مين مريم رزق شو بدها احكي لها ايش عندك يعني عذر ولا شو منيره موجوده ميس حداد ميس حداد ميسم موجودة إيه هبة أخوي دكتور عبد الكريم قيسي كتب موجود اه موجود انا حكيت انه موجود هبة غانم مرون. دكتور مريم كتبت انه امبارح على الماسنجر وحكى ذكره بمحاضرة اليوم دكتور <applause> لحظة واحدة بس عبد الو... انا عبد الوهاب بس... فرشاة عن اسمي عبد الوهاب هذا قال لك بالقلب يا عبد الوهاب حبيبي يا غالي اه في بيت ايش؟ <applause> اللي في القلب نحكيش اسمائهم لانهم موجودين اوريدي حبيبي هيبه صلاح موجودة هدية الحسين موجودة وسندويكات ياسمين جناجر موجودة وياسمين حنون وسن دويكات وياسمين حنون كتب دكتور ايه في مين مشاكل اللي حكى قبل شوي انه عنده مشكله كان عنده حاله وفاه. اه, آه لا امر آه امير سودو امير سودو عا قصدك عامر؟ اه, آه, عمر. آه. عمر مريم عمر. مريم عندها برضه اعذار مريم؟ عامر عامر صد صد, صد... اه ماشي لك... حطيت لك عذرين يا عمر ومريم مريم هاي حطيت آه لها عذر وعبد الله غزال كتب لك موجود عبد الله غزال موجود حطينا حطينا غياب عبد الله غزال مش عارف بس هسه كتب موجود عبد الله غزال مش حاطينه غياب يعطيكم العافيه ان شاء الله نشوفكم قريبا ان شاء الله. ايه دكتور يعطيك العافيه. تفضل يا شهد. ايه اذا اخذت حضور في من ال11 ل 12 ونص عادي تعتبرني موجوده. جاهز يا شهد ولا يهمك. تمام يعطيك العافيه. مع السلامه.